إذا السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من بعد القرار ديال اللي صدر الأمس ديال غلق مدينة الدار البيضاء ووضع الحجر الصحي مع بعض القوانين. خرجنا الآن نديرو جولة بالليل، يعني نوما دابا الآن الساعة، يعني الحجر تيكون قبل من 10 ديال الليل. الزاميا الناس خصهم يدخلوا ديورهم. الان كنديروا جوله نشوفوا الاجواء كيفاش دايره، نديروا جوله في الاحياء الشعبيه وكذلك في الاحياء الرئيسيه، نشوفوا الناس واش تفاعلوا مع هذا القرار، واش الناس دخلوا ديورهم. كنشوفوا الان مجموعه من رجال الشرطه كيدوروا البراجات، مجموعه من البراجات، رجال الامن كذلك قايمين بالدور ديالهم. نشوفوا المواطنين كذلك واش نخرطوا في هذه العمليه من بعد يعني ارتفاع العدد الكبير ديال اصابات فيروس كورونا بمدينه الدار البيضاء. القرار اللي صدر ليله الامس اغلاق مدينه الدار البيضاء ووضع الحجر الصحي على المدينه، بغينا نتفاعلوا معكم وتقولوا لنا اين يعني حي كتواجدوا، كي دايره الاجواء في الحي ديالكم، واش الناس خارجين، واش الناس متفاعلين مع هذا القرار، واش المحلات التجاريه سادين، واش ماني الماكله سادين. فكما قلنا من بعد القرار اللي صدر البارح تم الاغلاق ديال مدينه الدار البيضاء، غلق مدينه الدار البيضاء وقرار ديال منع التنقل او التجوال ابتداء من 10 ديال الليل. كما كتشوفوا في مدينه الدار البيضاء ديال يعني خاويه، قليل الناس اللي خارجين. كما قلنا حنا كنديروا جوله نشوفوا الاجواء كيفاش دايره. ايمن تيقول لي السلميه كل شيء خارج. كما قلنا نتفاعلوا مشاهدينا، نقراو مجموعه ديال التعليقات ديالكم، التفاعلات ديالكم كذلك. وكما قلنا تقدروا تفاعلوا معنا تقولوا لنا ان الدرب ديالكم ولا ان الشارع كتواجدوا كتسكنوا، كي دايره الاجواء عندكم، واش الناس ملتزمين بالحجر اللي توضع لهم وقرار ديال منع التنقل، ولا الدنيا باقا عامره عندكم في الشارع ديالكم. نتمنى كما قلنا الناس ينخرطوا في هذا القرار، الناس يحسوا بالمسؤوليه. ف صعيب الرجوع للحجر الصحي من بعد ما الناس كانوا خرجوا حاولوا. نتمنى كما قلنا من الناس ينخرطوا في هذا القرار وان شاء الله يكون على خير.
كما قلنا هذه الاجواء ديال مدينه الدار البيضاء. كنحاولوا نديروا جوله في الاحياء الشعبيه وكذلك الشوارع الكبيره ديال المدينه. كما قلنا من بعد القرار اللي صدر ليله الامس ديال غلق مدينه الدار البيضاء ووضع قرار ديال الحجر الصحي والتزام من بعض القوانين من بينها يعني تأجيل الدراسة في مدينة الدار البيضاء وإغلاق المتاجر على الساعة 6 والأسواق على الساعة 3 باش تخف شوية الحركة لأن مدينة الدار البيضاء عرفت واحد ارتفاع كبير ديال الفيروس في المدينة وإصابات مجموعة من الناس عدد كبير من الإصابات